السلام عليكم. رفضنا خارطة ولد الشيخ لأنها تكافئ الانقلاب وتؤسس لحروب مستدامة. هذه الكلمات كانت خلاصة موقف الرئاسة اليمنية من الخارطة في اجتماع عرف باللقاء الوطني الموسع. جدية الخطاب السياسي للقيادة الشرعية في المرحلة الراهنة بالغ الوضوح أكثر من أي وقت مضى على صعيد التناولات السياسية الموحدة، وخصوصا فيما يتعلق بانسجام الموقف بين الحكومة والرئاسة. التأكيد الصريح للرئيس هادي على رفض مضمون خطط المبعوث الأممي يضع البلد أمام مسار مختلف على صعيد الخطاب، وتبقى التكهنات واردة حول مآلات الواقع المرتقب على ضوء الموقف الأخير. السفير الأمريكي ماثيو تولر من جهته قال إن المجتمع الدولي متفق على عدم وجود أي مستقبل سياسي لعلي عبد الله صالح، مؤكدا أنه سيظل مشمولا بالعقوبات وسيجري تفعيلها. وأضاف تولر في لقاء مع وزير الشيخ أن اللجنة عفوا مع وزير الخارجية أن اللجنة الرباعية تسعى لإيقاف الحرب وإحلال السلام ومنع إيران من التدخل في اليمن. مشاهدينا الكرام، على ضوء التحركات السياسية والدبلوماسية الأخيرة للسلطة الشرعية، نتساءل: هل بدأت الشرعية في التحرك صوب التحرير مساندة إلى أساس متين شعبي وعربي؟ وهل تمضي نحو الإرادة الباعثة للحياة في روح الشرعية أكثر من الاتكاء على المواقف الدولية الهشة؟ وماذا عن الواقع الملموس للشرعية على الأرض؟ هل يكون بمستوى الخطاب الأخير؟ وماذا عن التحولات في المشهد اليمني بعد رفض خطة ولد الشيخ؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سيكون ضيفي فيها الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علوم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. فأهلا بكم ومساء الخير دكتور عبد الباقي. مساء النور، أهلا وسهلا. إذا دكتور عبد الباقي، يعني نناقش المشهد اليمني بعد رفض خطة ولد الشيخ، خاصة بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية، ولكن اسمح لنا بعد أن نشاهد هذا التقرير. واليوم بنفس الوضوح نرفض ما يسمى خارطة ولد الشيخ. بخطاب واضح وقف الرئيس هادي مجيبا على الكثير من التساؤلات وموضحا موقف الشرعية من أبرز القضايا والتحولات. جدد هادي رفضه المطلق لخطة ولد الشيخ، مؤكدا على خيار السلام الذي لا لبس فيه. وكما يبدو فإن الرفض الذي تتبناه السلطة الشرعية لخارطة ولد الشيخ معلل بأن الخارطة انقلاب صريح على المرجعيات الأساسية التي تعتبر أساس السلام وأساس التفاوض والحلول السياسية. ورفضناها لأنها نسيت أو تناست جذور المشكلة وأساسها، وهو الانقلاب وما ترتب عليه. موقف الرئاسة والحكومة تجاه الخارطة السياسية واضح، وهو ما يجعل المسار العام للمشهد اليمني يدخل مرحلة جديدة ومنعطفا جديدا. مراقبون يرون أن الطريق سالك أمام الشرعية في التحرك صوب التحرير والتكتل خلف الشعب الباعث للحياة في دماء الشرعية أكثر من الاتكاء على المواقف الدولية المساندة للشرعية اليمنية. مسار تحززه دعوة وزارة الخارجية الدول الشقيقة والصديقة لنقل سفاراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، فيما تسعى الشرعية للتأسيس لسلام حقيقي ومستدام. تنصب جهود الانقلابيين لإسقاط صلاحيات الرئيس هادي وإزاحة نائبه عن المشهد والدخول بمرحلة توافقية جديدة، فيما لا يزال اليمنيون يتذكرون جيدا ما آلت إليه التوافقات مع الميليشيا التي نقضت أكثر من 40 اتفاقا تم توقيعه مع السلطة والأطراف الداخلية في حروبها. ينتظر اليمنيون فصل الخطاب من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، إذا ما أصر الانقلابيون على القفز على قرارات الشرعية الدولية والاستمرار في استنزاف مقدرات اليمنيين وأقواتهم. أهلا بكم جديد مشاهدينا الكرام، وأهلا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني بعد رفض تسلم خطة ولد الشيخ بداية، يعني صدر بيان رئاسي تلاه أكثر من بيان من رئاسة الوزراء، وهناك حديث متكرر ومستمر لرفض خارطة ولد الشيخ، ما الذي يعنيه أو يحمل هذا التكرار المتجدد لرفض الموقف يعني والخارطة أيضا؟ أعتقد أن الرفض ما زال في حدوده الدبلوماسية، وأعتقد أنه ما زال محتشما، لأن هذه ليست خطة. نحن تحدثنا فيما سبق، هذه يعني مخطط لتنفيذ الاستراتيجية الغربية لإعادة
ترسيم المنطقة العربية ومنها اليمن. يعني لا هذا ليس مشروع خطة سلام أو يسمى خارطة الطريق. خارطة الطريق تقود نحو السلام، نحو تسويات قد تكون هشة، لكن هذه لن تؤدي إلى تسوية حتى هشة. نحن قلنا لأول مرة في التاريخ الأمم المتحدة، في تاريخ الشعوب، يتم نزع سلطة شرعية وتسليمها إلى انقلابيين، ومنح الانقلابيين مرجعية يعني شرعية دولية باستمرار السلطة. إذن نحن السلطة حتى الآن أمام الضغط الدولي، هي تعلم مسبقا أن لا يمكن لأي طرف أن يوقع على وثيقة تنهي صلاحيته، يعني أنت تنهي صلاحيتك كسلطة شرعية، ثم يعني تتجاهل كل التضحيات، تتجاهل تطلعات الشعب اليمني. هناك تطلعات باستعابة الجمهورية، باستعابة الدولة، بمحاكمة كل مرتكبي الانتهاكات، يعني بالمحافظة على المكتسبات أو بقايا المكتسبات التي كانت هي شبه دولة معنا. وبالتالي عندما توقع على مثل هذا الأمر فأنت حتما قد ذهبت إلى الصوملة وإلى تفكيك البلد. وبالتالي أعتقد أن رئيس الجمهورية حتى الآن هناك ضغوط دولية عليه. هل تعتقد دكتور أنه بسبب هذه الضغوط الدولية يتكرر الحديث عن رفض أعتقد أن الضغوط الدولية مستمرة منذ الكويت، وهناك كانت الضغوط الأولى بقبول توصيف أطراف النزاع. هذه أول ضغط دولي كان، وكان خطأ استراتيجي للدولة عندما قبلت التوصيف، ثم ارتكبت خطأ آخر عندما ناقشت الخمس نقاط، لأن أنت قبلت نعم وتحدثنا عن ذلك معك أيوة. في هذه النقطة، ثم انتقلت تدريجيا. هنا المجتمع الدولي مع تأخر العملية العسكرية، مع ضعف أداء السلطة، تجرأ نحو طرح المشروع بشكله الواضح. ومن هنا هذا المشروع أعتقد، والخارطة التي ستحقق، بيّنت بوضوح أن ما يخطط لليمن هو النموذج العراقي. كنا نتحدث فيما سبق وقلنا ربما نأخذ التجربة العراقية وقليل من الليبية، بمعنى أنه سيتم هناك وجود مقاومة وطنية وقيادة عسكرية على شابهة حفتر. متى ننتقل إلى النموذج الليبي؟ في حال ما التزمنا بفخ ولد الشيخ سنحقق المخطط الليبي العراقي. في حال وقع عبد الرب ومنصور هادي ذهبنا إلى الليبي، وبالتالي سيكون هناك دولتين، مؤسستين، عسكر، دول إقليمية تدعم جماعات عسكرية، جماعة ضد الأخوان، جماعة عبد الأخوان، سنة، شيعة، جماعة يطالبوا بفك استقلال تعز، جماعة يطالبوا بالجمهورية، جماعة تريد نهب الشوارع. هذا النموذج في حال قبول عبد الرب ومنصور هادي بهذا الفخ. في حال يعني في حال القبول، في حال عدم القبول والدخول في التوقيع، أيضا دخلنا في النموذج العراقي، بمعنى أنه في حال ما ضغط المجتمع الدولي ضغط شديد للغاية سيتم إيجاد استقرار نسبي في المناطق الجنوبية، وتفجير الحقل في المناطق الشمالية، تفجير عليه الجمهورية العربية اليمنية، تفجير الصراع، بما يجعل المملكة العربية السعودية في قلق دائم. وبنيامين نتنياهو قد صرح بوضوح، قال سنكون أصدقاء للدول العربية وسنقف معها، لأنه سيكون العدو الإقليمي والذي يشكل قلق وتهديد المنطقة العربية هو إيران. وبالتالي كشفت الأمور، تتكشف شيئا بشيء، تصريح بنيامين نتنياهو واضح. وبالتالي سيتحدث بنيامين نتنياهو في الأيام القادمة عن الخطر النووي الإيراني، وسيلتقي هذا الخطر مع تخوفات المنطقة العربية، وستصبح إسرائيل جزء من الدفاع عن هذه المنطقة، ولابد من استيعابها وكل هذه المسرحية لها. بالتالي أعتقد أن ليس رفضا، أنا أعتقد أن على رئيس الجمهورية، نحن نقدر موقفه الدبلوماسي وموقعه مع دول التحالف والسلطة الشرعية، تصرح بهذا التصريح أن نرفض. على الجماهير اليمنية والنخب أن تعلن بوضوح موقفها، نحن لن نسلم جمهوريتنا. نعم، عند هذه النقطة أكمل جملتي بس. لن نسلم جمهوريتنا الإماميين، لن نضحي بكل مكسبة الشعب اليمني. هناك ثوار من عام 62. نعم. هناك. إذن نعود لهذه النقطة. دكتور عبد الباقي ينضم معنا أيضا عبر الهاتف، الأستاذ راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ راجح في المساء اليمني. تحدثنا يعني معك عن تجديد عن موقف الشرعية من قبل، ولكن هذه المرة يتجدد هذا الموقف برفض خطة ولد الشيخ. ما الذي يعني تكرار مثل هذا الموقف وتكرار الرفض، خاصة بعد خطاب السيد رئيس الجمهورية الواضح؟
وحقيقة مساء بداية مساء الخير، أحب أن أؤكد أنه يعني ما ورد في خطاب الأخ رئيس الجمهورية هو تأكيد للموقف السابق وتوضيح بشكل أكبر أنه نحن مع أي جهود تضمن إحلال سلام دائم وشامل في اليمن، سواء كانت الجهود الأممية أو أي جهود أخرى تبذل من أجل وقف الحرب في اليمن وتثبيت وقت إطلاق النار وإحلال سلام دائم وشامل. لكن للأسف الشديد أنه مشروع المبادرة أو الأفكار التي تقدم بها السيد إسماعيل ولد الشيخ لا تحقق يعني مثل هذا السلام، وكما قال الأخ رئيس الجمهورية أنها يعني لا تنهي هذه الحرب، إنما تؤسس لحروب قادمة لا نعلم مداها. وبالتالي فهناك دعوة للسيد إسماعيل ولد الشيخ أن يراجع هذه الأفكار كما راجع الأفكار السابقة التي تقدم بها وكانت ميليشيات الحوثي ووفد الحوثيين وصالح في الكويت وفي جنيف ترفضها بشكل قاطع. الآن هو مدعو لمراجعة هذه الأفكار التي حتى هذه اللحظة واضح أنه حتى الطرف الآخر يعني يرفضها حتى هذه اللحظة، وهذا ما يؤكد مجددا انه هذه الافكار فعلا لم تتعاطى مع الواقع بشكل منطقي وبشكل علمي وبشكل حريص على احلال وتثبيت سلام دائم وشامل في اليمن. نعم، قرأ البعض استاذ راجح في خطاب رئيس الجمهوريه قوه في الموقف وتحديدا فيما يتعلق بهذا الرفض لخارطه ولد الشيخ، فعلى ماذا يستند في قوه خطابه هذه المره؟ سيدتي الكريمة، الموقف القوي مستند على الرفض الشعبي والسياسي لهذه الأفكار. كما تعلمون هناك القوى السياسية أصدرت بيان رفضت بموجب هذا البيان هذه الأفكار، وأكدت أنه هذه الأفكار يعني أفكار غير منطقية وغير يعني إيجابية ولا تؤدي لإنهاء الحرب في اليمن. كذلك الجماهير والمكونات الاجتماعية خرجت، وكما تابعتم المظاهرات التي خرجت، فأعتقد أنه أي قيادة تستند على دعم سياسي ودعم جماهيري بالتالي لابد أن يكون موقفها موقفا قويا. لا يمكن للقيادة السياسية أن تكون في جهة غير الجهة التي تطاول أو أن تسلك طريقا غير الطريق الذي تطالب به الجماهير والقوى السياسية، وبالتالي كان هذا هو مصدر القوة للقرار السياسي للرئاسة. وأيضا كان هناك الموقف الحكومي الداعم لموقف الأخ رئيس الجمهورية. نعم، تحدثت سيد راجح عن أن على ولد الشيخ أن يراجع هذه الخطة كما راجعها مرارا وتكرارا في المرات السابقة، ولكنه صرح قبل مغادرته مطار صنعاء بأنه هذه الخطة لا مراجعة فيها ولا يعني تراجع. ففي حال فشل المسار السياسي، على ماذا تراهن الحكومة الشرعية وهي ملزمة أمام الشعب باستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب؟ أنا أعتقد أنه الحديث حول عدم مراجعة المبادرة كلام ما كان ينبغي أن يقال. هذه في الأخير أفكار قابلة للأخذ وقابلة للرد من كل الأطراف، وكما هو من يعرف العمل السياسي والعمل التفاوضي يعرف أنه لا يوجد هناك يعني رؤية لا يتم إدخال تعديلات أو تحسينات عليها. قوة الحكومة كما قلت تستند على إرادة شعبية في الساحات، في الجبهات، في ميادين القتال. الشعب اليمني مصر على إفشال هذا الانقلاب وعودة الشرعية إلى اليمن، وهذا هو مصدر القوة اليمني. وأعتقد أن التضحيات التي قدمت خلال العامين الماضيين التي قدمها الشعب اليمني في كل محافظات الجمهورية، أعتقد أنه يعني خيانة لكل هذه الدماء ولكل هذه التضحيات ولكل دماء الشهداء ودماء الجرحى أن يتم القبول بهذه المبادرة التي لن تنهي معاناة اليمنيين ولن تضع حد لتسلط هذه الميليشيات الدموية على رقاب
أبناء الشعب اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك راجح بادي الناطق باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، يعني كان هناك ملحوظة تود الإشارة إليها، تفضل في حديثك. نحن دائما ما نعيد بعض الأفكار، لكن الإعادة لا تعني التكرار، أحيانا تعني أنه لم يحدث استجابة. ما هو من مطلوب بعد هذه المرحلة؟ نحن نعرف أن الرفض الحكومة أو التصريح تصريحات دبلوماسية، ولكن نحن تحدثنا فيما سبق مرة عن ما يسمى توحيد المزاج الشعبي، ولكن وأنا أفكر في هذا توحيد المزاج الشعبي لم يكن هناك لحظة لالتقاط هذا التوحيد. اللحظة التاريخية لالتقاط توحيد المزاج الشعبي ها هي جاءت الآن. كان هناك سلطة في الرياض منعزلة عن مجال الجغرافي ومؤسسة لمؤسسة صلاحيات يعني شرعيتها وإدارتها، عادت إلى عدن، لم تستطيع إدارة الحياة اليومية، ثم فشلت في عبث ثقة المواطن. هنا في هذه اللحظة عندما الجماهير خرجت ترفض هذا المشروع، هل هذا الخروج هو تمثيل لتوحيد المزاج الشعبي؟ ليس، أنا أقول الآن علينا أن نلتقط هذا الرفض بحالة أن نخلق حامل اجتماعي ونوضع الجماهير خلف السلطة للدفاع واستعادة الجمهورية. بالتالي هناك جماهير كانت فاقدة الثقة في السلطة، خطاب الرئيس أمس أحدث نوع من الثقة والارتياح لدى الناس أنه لن يتنازل عن تطلعات الشعب اليمني وعن مما دفع الشهداء وضحوا الناس وتحملوا الحصار من أجله. وبالتالي هذا الخطاب علينا الآن أن نلتقط هذا ونهيئ لمرحلة ما بعد الرفض. أقول للرفض هذه اللغة الدبلوماسية، لأنه لا يمكن لرئيس الجمهورية يقول لن أستقبل ولد الشيخ، ولا يمكن لوزير الخارجية يقول سنعيد جوهرها. هم رافضين هذه الفخ جملة وتفصيلة، ولكن لا يستطيعون التصريح بهذا الشيء. عليه الجماهير أن تستمر في الاحتجاج، وعلى السلطة أن تقوم يعني موضعة الجماهير فيما يسمى الحامل الاجتماعي لها، على الأحزاب السياسية أن تعلن فعاليات مستمرة لدعم السلطة في الرفض، على مؤسسات المجتمع المدني ونحن المتناثرون في شتات الأرض أن نلتم في فعاليات للتعبير عن هذا الرفض. وبالتالي هنا أهم عنصر الآن لنا الأحزاب السياسية، حتى الآن ينبغي أن تتحرك لتدعم السلطة، لأن الرئيس الجمهوري سيظل كسلطة شرعية كأنها منعزلة عن الجماهير بعيدا في الرياض، أن صناعة القرار تمر عبر دول التحالف. دول التحالف الآن عاطية يعني لديها ضوء أخضر للسلطة، وهناك رفض لهذا المشروع، ولكن تقول اليمنيين يا يمنيين دافعوا عن مشروعكم ونحن نرفض هذه الخطة. خطاب الرئيس البارح واضح أن هناك تنسيق وأن هناك رفض، واليوم في لقاء ولي العهد في المملكة العربية السعودية ولد الشيخ. بالتالي أين الخلل؟ الخلل لدينا نحن. بالتالي نحن أجتنا الآن فرصة تاريخية لموضعة الجماهير، لأنه لا يمكن لك أن تدير مشروع إدارة صراع دون حمل اجتماعي. سلطة في الرياض، سلطة أخرى في الداخل لا تدير حياة المواطنين وغير قادرة على إعادة الثقة. بالتالي جاء الآن رغم أن هذا الجسد اليمني منهك، إلا أنه رفض في لحظة الإنهاك أن يسلب منه جمهوريته. هذا سلب للجمهورية، سلب لتطلعاتنا لتضحياتنا. بالتالي على السلطة أن يعني تتجاوز الخطاب، يصبح الخطاب للخارج نحن سنتفاوض ندرس الجوهر، لكن عليها أن تتحرك في الداخل لدعم الفعاليات ولتجميع الجماهير للتعبير عن هذا الرفض، على الأقل في المناطق المستعدة في مأرب والجوف وفي عدن وفي تعز نابضة بالحياة وهي محاصرة. وبالتالي ينبغي أن تخرج الجماهير للتعبير أننا لن نسلم نقولها بوضوح، لن نسلم الجمهورية، لن نسلم تطلعاتنا، هذا مشروع إيراني. 2، المملكة العربية السعودية تدرك تماما أن الهدف من النموذج العراقي، واضح النموذج العراقي صمم لليمن، أين الهدف منه؟ الهدف منه المملكة العربية السعودية، لأنه بقاء المنطقة مشتعلة ورخوة ماذا يعني؟ يعني أننا ذاهبون نحو حزب الله، ذاهبون نحو تمويل وإمداد الجماعات الشيعية في المملكة العربية السعودية بالسلاح، ذاهبون نحو إحداث قلق، نحو تفجيرات، نحو صنعاء بغداد. بالتالي أنت لديك مشروع واضح أمامك، لا يحتاج أنا المكشوف البريطانيين مكشوفين، كشفوا. لما يذهب واحد لا يتحدث عن حقوق الإنسان ولا يتحدث عن تدهور الأحوال المعيشية إلا كلما تقدمت
الجيش الوطني تجاه صنعاء أو كل أو كلما حصروا الحوثيين أو خسروا الحوثيين يطلوا إلى إيقاف كل الأعمال العدائية. طيب تعز محاصرة، لماذا لم يزورها من ممثل الأمم المتحدة لتعز ورفع حصار؟ لماذا لم يزور إلا المناطق التي تحت الإنقلابيين؟ لماذا لا يتم الاهتمام بحقوق الإنسان منذ 2008 و 75% من اليمنيين تحت حاجة لماذا لا يتم دعوتهم من قبل الحكومة الشرعية إلى عدن؟ هم طبعا وتزويرهم هذا السؤال كان المفروض دمرها طبعا هم يتخوفون، يقال لك أن هناك خوف على أمنكم وإلى آخره، لكن السلطة الشرعية تستطيع كانت أن توفر دول التحالف قادرة بعلاقتها، لأنه هذه ليس فقط منظمة الأمم المتحدة، لو استطعت أن تستضيف أن تقوم باستضافة مجموعة من الصحفيين الذين هم مواليين أو الصحف التي تدعمها أنت في الخارج بلغات أخرى أو حتى ممثل سينمائي أو لاعبين كرة مشهورين لديك علاقة فيها وبتدفع لهم أموال، يا أخي إسرائيل تأخذ اللاعبين إلى حياة المبكى وتأخذ جماهيرهم معهم، أنت لا تستطيع أن تقيم حفلة في بيروت حتى وليس في اليمن لكل الفنانين العرب لدعم الشعب اليمني، ليس الهدف المال في أموال دول الخليج، الهدف هو التحشيد الجماهيري، ليس بالإمكان أن تدعو كل المهتمين بضحايا الحروب في أوروبا والجمعيات الاهتمام بالألغام وجمعيات الاهتمام بالمجاعة الممثلين السينمائيين في الخارج للفت الانتباه للداخل. المسألة ليست عسكرية، المسألة كيف لك، هناك كثير من الشخصيات العالمية التي إذا تم استقطابها وتحركها، يعني مثلا بعدك مثل الباخرة التي اتجهت لكسر حصار في 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 غزة، لم يكن الهدف انها تحمل سلاح، ولم يكن منها الهدف انه كانوا يتحدثون تعطلت والحدث وهي تعطلت توقفت، وهذا مدروس لأن يصبح الحديث في الوسائل الاتصالية توقفت. ليش توقفت؟ هم في المتجهين متجهين إلى غزة، أيش الهدف؟ هذه غزة لها 10 سنوات محاصرة، ما كانش هدفهم إدخال غزة لأنها صغيرة هي، لكن كان الهدف أنه يقول للعالم في هناك حصار له كم سنة على هذا الشعب. طيب أنت الآن لديك علاقات وأموال في الخارج ولديك سينما مصرية ولديك سينما عالمية ولديك ممثلين وكتاب والأخ، لا تستطيع أن تجعل فنانا يزور عدن من فنانين بريطانيا أو فنان آخر أو تقيم حفل تثير الحدث أو تأتي بشخصيات لها نوبل أو غيره أو إلى داخل عدن وداخل الصعدة وتشوف الأطفال في الأماكن هذه تحرك الملف حقوقيا، الآخرين يتحركون من خلال أذرع حقوقية. بالتالي أعتقد نحن أمام، أقولها للجماهير اليمنية، السلطة لا تستطيع وفقا للعمل السياسي والدبلوماسي أن تقول لن نستقبل ولد الشيخ، لا تستطيع تقول هذا. تحرك بريطانيا كان كشف الأوراق سريعاً أنه يريد، واضح الأمريكان هناك تواصلات، ويكيليكس فضحت أن هناك تواصل، هناك رغبة لإيجاد الحوثيين واضحة ومتضحة. بالتالي من مش واضح؟ نحن مش واضحين، الغرب واضح قدامك، يعني واحد يعني جماعة هناك انقلاب ولم يصفوا هذا انقلاب، هناك انتهاكة حقوق الإنسان، بن عمر تجاهل حقوق الإنسان، ولد الشيخ تجاهل حقوق الإنسان، كلهم لماذا لو فتح ملف حقوق الإنسان يعني لا توجد تسوية هشة، يعني إحالة عبد الملك العوثي، المخلوع صالح، كل الذين ارتكبوا جرائم من المحاكم، بالتالي سيصبح هناك انقلاب شرعية. هذا التنازل وهذا التغاضي من السلطة هو الذي شجع ولد الشيخ. تحرك المندوب البريطاني، لماذا لا يتحرك؟ أعلنوا مجلس سياسي وهم في الكويت، شكلوا حكومة، يحاصروا تعز، يبددوا البنك، لماذا لم يتخذ المجتمع الدولي كل هذا المواقف؟ المؤامرة واضحة، علينا أن نعيد ما يسمى الآن. إذا أنا أقولها بوضوح دكتور، يعني موقف عدن وحضرموت كان ذاته هو موقف تعز ومأرب، يعني هل نستطيع القول يعني بحديثك عن توحيد المزاج الشعبي أننا أمام تكامل سياسي في الجغرافيا اليمنية المساندة للشرعية؟ هناك خلل كان ليس ناتج عن الحرب ولا ناتج، هو ناتج عن سياسة المخلوع صالح التي أدت إلى ما يسمى العودة إلى الهويات الأولية السابقة للدولة، اللي هي الهوية الجنوبية، التعزي، الحضرمي، الإبي، هذه ناتجة عن ماذا؟ ناتجة عن إدارة شؤون الدولة والمجتمع اليمني المخلوع، يعني ورثناها في لحظات صعبة، عندما جاءت الانقلاب وجاء الانتقال ورثنا هذا في لحظة صعبة، هذه الوراثة الصعبة الآن إذا كان جماهير عدن تشعر بالخطر وخرجت تدافع عن المشروع الوطني فينبغي الآن أن نوحدها، ينبغي أن ترتفع. أين وسائل الإعلام اليمنية؟ أين دعم المخلوع صالح يستدعيهم إلى 70 ويدفعون البدلات ويحتشدون ويوصلون رسالة؟ لماذا لا يتم الآن دعم الجماهير؟ يعني 8 صاروخ
أو ثمن زيارة وزير بدل سفر، أو 20 بدل سفر، نحولها إلى 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 الميادين إلى الجرحى لتحشيد الجماهير والرفض ليقول الشعب اليمني لا. وبنفس الوقت نحن لا نستخدمها دعاية، لا، نحن نستغل هذا لما يسمى موضعة الجماهير كحامل اجتماعي للمشروع الوطني. وينبغي بس جملة واحدة وأكمل جملة واحدة، ينبغي أن نكون واضحين، لا الحديث عن سلطة وانقلاب، الحديث الآن كيف نستعيد الجمهورية. أن المواطنين إذا أدركوا أن الهدف هو إقامة يعني ما يسمى الجمهورية العربية الإسلامية، هم يضعون الجمهورية حتى لا يتهموا أنهم ملكيين، لكن المشروع واضح، المشروع واضح، هو مشروع ولاية الفقيه، لا نقولها نكاية ولا تعصبا، المشروع واضح تماما. وتسمع الخطاب في إيران، يعني نستكمل حديثنا دكتور، اسمح لي فقط أنت أستاذ المشاهدين بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. دكتور، يعني يلاحظ من خطاب الرئيس السابق يعني هناك حزم في تحديد الموقف، وكأنه يستند على شيء ما في حديثه. الرئيس عبد ربه ولا الرئيس؟ الرئيس عبد ربه، أقصد الخطاب السابق يعني. ويعني هناك موقف قوي يستند عليه الرئيس هذه المرة، هل لخروج الجماهير دور في هذه القوة، أو على ماذا يستند الرئيس هذه؟ الرئيس يستند على رؤية حكيمة وعلى خبرة من خلال التعامل مع الحوثيين ومن خلال الورق، لا يحتاج، عندما تقرأ الورقة لا تحتاج يعني حتى إلى مجهود الذهاب إلى ما وراء السطور، يعني الخطة واضحة، يعني شخص يقول أنه سيطبق، من أنت يعني أنا أقولها بوضوح، لا يستطيع يقولها الرئيس، الرئيس ما زال يعني قبل أن يأتي أوصل يعني دبلوماسيا، أوصل الرسالة بخطاب شديد خرجت الجماهير، كانت رسالة لولد الشيخ حتى يفرمل، لكن أنا أقول لولد الشيخ من أنت، أنا كمواطن يمني من أنت حتى تفرض يعني تقوي في تطلعاتي وتفرض في تطلعات المجتمع الغربي، لأنه عندما يقول يعني سيفرضها هذه الوثيقة، أنت لا، أنت وسيط، لا تكون طرفا في هذه الوثيقة الفخ، أنت لم تكن طرفا وسيطا، أنت هنا كنت ممثلا للحوثيين، وبالتالي ليس من حقك أن تقوي في تطلعاتي وأن تتحدث عن تطلعاتي وعن تضحياتي، أنت وسيط، حافظ على أن تكون وسيطا، لكن عندما يفرض على الشعب اليمني الذي ضحى المحاصر في تعز على الجرحى على الشهداء هو مجرد وسيط، ونحن نقوله من أنت حتى تستعلي وتترفع عن كل آلامنا وتطلعاتنا، الرئيس لا يستطيع يقول هذا، لكن كان شديدا وواضحا الرئيس بخطابه، وأعتقد أنه كان هناك قلق وهو أعطى تطمينات، لأن كان هناك كلنا لدينا خوف من قبول السلطة الشرعية للضغط الدولي، لكن الرئيس كان شجاعا وكان واضحا، وأنا لا علاقة لي، وأقول شجاعا لأننا بصراحة يعني بثنا بعض الارتياح، لأن كنت قلقا على بلدي، لا يمكن لي أن أتخيل نفسي أن أعود إلى مملكة، لا يمكن لنا أن نعود إلى عهد أن أكون مواطن من الدرجة الثانية والثالثة، لا يمكن لنا، ربما لن يسمح لنا بالعودة حتى إذا تم تسليم البلد. بالتالي نقول للجماهير التي بعد هذا الخطاب وللنخب، علينا أن نصطف، ليس فقط لاستعادة الدولة، علينا الاصطفاف للحفاظ على الجمهورية ولتعذير الديمقراطية، أين الأحزاب السياسية الميتة أو التي في غربة الإنعاش، أين مؤسسات المجتمع المدني، أين الفعاليات، ينبغي أن تكون الأرض اليمنية مشتعلة الآن، وينبغي دعمها وتمويلها وتزويدها بالغذاء كما نزود الجماهير، كما كانت أيام يعني ميادين التغيير والاحتجاج، الآن علينا أن نزود الجماهير بالتغذية وبالوجود والحضور، وحتى في نقد السلطة الشرعية وأدائها، ينبغي أن الشارع اليمني أن يتوحد حول أهداف يسمى إدارة الزمن الانتقالي، نحن نحول هذه الكلمة، نقول إدارة الزمن لاستعادة الجمهورية وتجذير المسار الديمقراطي اللي كنا مشينا فيه. بالتالي هذا يحتاج لماذا؟ يعني ربما ولد الشيخ له إيجابية واحدة، أعاد الحياة، أو كمن يغز أو يعني في جسد ميت، أعطى لنا نوع من الحياة بخروج الجمهور. كيف يمكن لنا أن أستثمر هذا الخروج؟ يعني نحن نعاني حصار قتل، ولكن ما زال هذا الجسد ينبض بالجمهورية. علينا على السلطة هذه التي تتحدث عن الرفض وكيف ليس لديها مشروع أن تكون واضحة، استثمار هذا في الداخل لأنه حامل اجتماعي، علينا توحيده، حصل هذا التوحد الجماهيري، علينا اتساق، سرعة استعادة تعز لتوحيد المزاج الشعبي الوطني، وعلينا أن نضع استراتيجية، ماذا نريد؟
ماذا نريد نحن؟ هل نريد تشاور ونفقد الدولة للصوملة أو نسرع في العمليات العسكرية وعلى السلطة الشرعية؟ أنا أقول الذين يقدم في كل خطاب الرئيس بدلا من الخطاب نشكر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكل الدول الخليج على رئيس الجمهورية أن يطلب إلى لقاء شفاف مع هؤلاء لندرسوا معا الوضع. لندرسوا معا ماذا نريد، لأن الآن هناك حديث عن تناقضات، وهذا التناقض أخسرنا حوالي سنة في استيعاب التعز وبقية الجمهورية نظرا لهذا التباين. الآن نلتقي ويعرفوا إيران كشفت سريعا، المجتمع الدولي كشف أوراقه، نقول دحين هل لماذا يظل هل من مصلحة اليمنيين هو البقاء في ثنائية إذن أسمع منك إجابة هذا السؤال دكتور بعد أن ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور فيصل العواضي مستشار وزير الإعلام من الرياض. مساء الخير دكتور فيصل. مساء الخيرات عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك معنا دكتور. لو تحدثنا معك عن أهمية الموقف الرئاسي من خارطة ولد الشيخ فيما عرف باللقاء الوطني الموسع، أين تكمن؟ طبعا خطاب الرئيس كان واضح كل الوضوح بالرسائل التي ضمنها في خطاب، أولا الحيثيات التي وضح فيها موقف الحكومة الشرعية من الخارطة ولماذا يتم رفض الخارطة، يعني ليس تراجع عن خيار السلام الملتزمة به الحكومة الشرعية، ولكن خيار السلام حدده الأخ الرئيس يعني السلام الحقيقي الذي لا يؤسس لأي صراع في المستقبل ويعيد للدولة اليمنية يعني يعيد للشعب دولته المختطفة. لكن خارطة الطريق بشكلها الحالي هي تؤسس لصراع مستقبلي وتشرعن للانقلاب بكل سيئاته، ولن يكون هناك مستقبل لليمن في ظل أي حل يبقي السلاح بيد الميليشيا ويشرعن لهم إجراءاتهم الانقلابية التي قاموا بها. ومن هنا كان طبعا رفض خارطة الطريق من قبل الحكومة جاء بعد الرفض الشعبي لها. نحن ندرك أو نعرف أن أول ردود الأفعال جاءت بشكل قبل الخروج الموسع بالمسيرات المليونية كان على شكل مواقف عبر عنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والفعاليات السياسية والاجتماعية والحكومة يعني والسلطات المحلية في مختلف المحافظات حذرت كلها عن رفضها، وجاء استجابة القيادة السياسية يعني تبعا لهذا الرفض الشعبي الذي توج بخروج الملايين المؤكدة على رفضها لهذه الخارطة وتمسكها بحقها الكامل غير المنقوص في استعادة الدولة وفي نزع سلاح الميليشيات وأن يكون الحل قائم على أساس المرجعية الثلاث التي تم الاتفاق عليها. نعم. إذن دكتور فيصل يعني هناك قوة في خطاب الرئيس، على ماذا استندت بالضبط يعني خصوصا في موقفها الرافض لخطة ولد الشيخ؟ طبعا الأخ الرئيس استمد قوته من الشعب. نحن ندرك أنه حتى المحافظات التي لا تزال في وجود الميليشيات فيها لو كان هناك شيء من الأمان على أنفسهم لخرجوا أيضا معبرين عن رفضهم. نحن ندرك نعرف أن صنعاء شهدت مسيرة رفض عقب دخول الحوثيين كانت أعظم مسيرة في تاريخ اليمن تجاوزت يعني اقتربت من المليونين، وهذا المزاج أو هذا الموقف الشعبي لم يتغير لأن الميليشيات لم تقدم أي شيء يجعل لها القبول لدى الشارع، وإنما زادت يعني تعززت المخاوف التي كانت في أذهان الناس تحولت إلى واقع وبأبشع بكثير مما كان متصورا. موقف الأخ الرئيس هو يستمد قوته من الحق الذي يعني اللي هو حق الشعب في حريته في استقلاله في كرامته في بناء دولته في بناء الدولة اليمنية الاتحادية التي تم الخروج بها من مؤتمر الحوار الوطني بعد تشخيص واقعي ومنطقي وعلمي لكل مشكلات الصراع في اليمن، وتم التشخيص على أن الصراع كان محوره السلطة والثروة وأن الحل يكمن في بناء الدولة الاتحادية التي تضمن مشاركة كل الناس وأن لا يوجد
شخص غالب أو مغلوب. نعم دكتور، هل نحن أمام مسار جديد ستشهده اللحظة اليمنية الراهنة؟ مسار ماذا عفوا؟ مسار جديد ستشهده اللحظة اليمنية خاصة بعد رفض خطة ولد الشيخ. لا، هو عفوا الموقف الحكومة الشرعية ثابت منذ اللحظة الأولى في أنها تسعى لاستعادة الحكومة أو السلطة، سلطة الشعب ومؤسساته، وتصفية الانقلاب بعيدا عن الإقصاء أو يعني الذهاب إلى حرب طائفية أو مذهبية أو مناطقية. لا، الخطاب الرئيس منذ اليوم الأول حتى الآن وهو يؤكد على أن مسؤولية السلطة عن كل اليمنيين، مسؤولية أخلاقية عن المواطن أينما وجد. وأيضا كان هناك تفاهم مع حتى دول التحالف، مع الدول التي قدمت بعض المساعدة لليمن بأن لا تستثنى أي منطقة من المناطق، وذهبت المساعدات التي كانت ترسل عبر مركز الملك سلمان إلى كل المناطق اليمنية. فالمسار ليس جديدا، لكن الجديد هو رفض، يعني الحكومة قدمت كل حسن النوايا من جهتها يعني لإحلال السلام في اليمن، لكن نفاجأ بكل ذلك الصمت والتعنت من قبل الميليشيات والتنصل من كل الاتفاقيات بدءا من جنيف الأولى وحتى الكويت، والآن تأتي لنا خارطة طريق تكافئ الانقلابيين وتشرعن لوجودهم وتنتقص أو تحاول الالتفاف على المرجعية الثلاث. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور فيصل عواضي مستشار وزير الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك دكتور عبد الباقي، كنت قبل حد يعني تواصلنا بالدكتور فيصل تتحدث عن هل ستبقى اليمن بين ثنائيات متباينة بين دول التحالف؟ لا أعتقد ذلك، لكن نقول فقط سأربط بما طرح أن الرئيس استمد قوته من الشعب. نقول إذا استمرينا في هذا الخطاب فإن لن نحدث تغييرا، على الرئيس أن يستمد قوته من الشعب بعد تحشيده و يعني موضعاته كحامل اجتماعي، وهذا لا يحتاج إلى أننا نخطب فقط. ماذا بعد ولد الشيخ يحتاج بعده؟ أن نحدث تغيير، ولا نريد حسن نوايا، نريد حسم نوايا. حسن نوايا نحن قدمنا حسن نوايا سنتين، نريد حسم الآن. حسم نوايا هذا يحتاج أعتقد إلى شهرين أو شهر. بالتالي قلنا أن هناك فرصة جاءت الآن، يعني لا يمكن للرئيس أن يستمر والسلطة هذه أن تستمر بهذا الشكل المنفرد بعيدا عن ما يسمى إعابة الحياة اليومية، وإعابة يعني أن تكون ما تطلعات الشعب اليمني تعبر عن هذه الحكومة. هذا يتطلب إلى أن نحدث تغيير بحيث يصبح الرئيس يتحرك بهامش أعلى، يحتاج إلى تفعيل الهيئات الوطنية المحركة الحوار، يحتاج إلى أن تتحرك الأحزاب السياسية وتعلن ليس كمستشار للرئيس ولا كأحزاب سياسية. نحن نسمع الآن صرح مستشار الرئيس، صرح رئيس الحزب الفلاني، صرح رئيس الحزب الفلاني. نحتاج أحزاب سياسية فاعلين سياسيين يكون لاعبين في المشهد الدولي، ويكون الرديف ليس مستشارا للرئيس. لا، الآن لما يتحدث واحد رئيس حزب يمارس مستشار الرئيس وكأنه هذا قسم واحد. نحن نريد أن نفصل لنتحدث أن رئيس الأمين العام للحزب التجمع اليمني الإصلاح أو الناصرية أو الآخري يعبر عن موقفه، وبالتالي نحدث أن هناك الأحزاب السياسية رئيس الدولة، لكن هو الآن المستشارين هم رؤساء الأحزاب، ومن هنا وبالتالي تصبح كتلة واحدة. نحن بحاجة إلى تنوع داخل هذه الفعاليات. اثنين، المؤسسة المجتمع. ثالثا، السلطة التشريعية حتى الآن لم نسمع عن لقاء كتلة أو مجموعة من أعضاء البرلمان أو تجميعهم في منطقة ما للتعبير عما يحدث ودعم السلطة السياسية. ثم اليوم أنا ألاحظ حتى في القرار الأخير لأول مرة أشعر، رغم أنني ما زلت مصدوما من التعيينات وأقولها تكرارا، ما زلنا لم نصل بعد إلى تحديات اللحظة وإلى تطلعات الجماهير، إلا هناك مؤشر بسيط يتعلق بتعيين رئيس المحكمة العليا. كنا نقول لسلطة الشرعية من زمان نريد أن يكون هناك سلطة قضائية، سلطة تشريعية، حتى لو كانوا مجموعة أو كتل موجودة في عدن تكون موجودة في الداخل أيضا، وسلطة تنفيذية بحيث يكون هناك يعني مؤسسات دستورية مكتملة أو شبه مكتملة. تقول هناك، يقول ربما نخلق كيانين وهناك موظفين في صنعاء. نقول يمكن يعملوا كفريق عمل كمؤسسات ويصبح الدولة تمارس مهامها الدستورية كاملة، لكن عندما يكون معك سلطة حكومة عبارة عن أشخاص ويتحدثون بهذا
هذه اللغة، نحن نراهن ونرفض، وله ليس لديه رؤية. ومجموعة من حملة الأكياس والمعاملين الذين يعاملون عن التوظيفات ويعاملون عن، يعني نحن الآن بعدما طرح بولد الشيخ ليس كما قبله، المشروع اتضح واضحا ونحن ذاهبون إذا سلمنا. إذن بعد رفض هذه الخطة، وكما قلت الآن بعد هذا مشروع خطة ولد الشيخ ليس كما قبل، ما الذي ينبغي على السلطة الشرعية القيام به من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أن الآن أهم عنصر الآن هو أن يكون لديها حامل اجتماعي. نحن الآن نقولها بوضوح وعبر الهواء، أنا كأحد المتواجدين لحد ما ثقتي متدنية، ما بالك في الجماهير في الداخل المحاصرة. نقول عليك أن تعيد ثقة المواطن، أن نحرك الشارع اليمني، أن تعيد تفعيل الأحزاب السياسية، أن نعيد الهيئة الوطنية للمخرجة الحوار الوطني، أن يقول هؤلاء كل الفعاليات أن تتحرك الآن لدعم السلطة الشرعية في رفض المشروع. الرئيس سيمارس عليها ضغوط، ستمارس على دول التحالف ضغوط. عندما تصبح هناك سلطة بالأمر الواقع وهناك ضعف في إدارة حياة الناس في الداخل، من ضعف تدني مسؤولية وكوليرا وإلى آخره، وأنت غائب وعندك استراتيجية ولديك أحزاب سياسية وكل همهم الحصول على تعيين نائب وزير، وزير مدير مصلحة، يعني عليه أن يعيد هذا الرئيس الاستراتيجية التعيينات ليختار شخصيات كفاءة. بالتالي هؤلاء الذين يحملون ملفات ومشمعات وحقائب توظيفات هم الذين يقوضون سمعة الدولة ويقوضون صورة الرئيس والثقة بها. علينا أن نضع شخصيات محل ثقة المواطنين، علينا الاستعانة بخبراء حتى لو كانوا مش مقتنعين باليمنيين، في أجانب عليهم أن يكون لديهم رؤية واضحة. وأول عنصر التقطه أقولها بوضوح، استعادة تعز ستغير المعادلة من حيث ما يسمى يعني موضعة واتساق الحركة الوطنية والهوية الوطنية، لأن هناك قلق الآن بالثنائيات. أقولها بوضوح، لا يمكن للرئيس أن يشكل مزاج شعبي أو حامل اجتماعي وهناك مزاجين وطنيين وهناك مزاجات عقائدية. بالتالي استعابة تعز هي الرقم الصعب، رفع الحصار عن تعز سيعطينا الثقة. بالتالي على الرئيس أن يقف بوضوح أمام دول التحالف التي ترى أن هناك خطر في تعز، وعلينا أن نحدث تغيير. لأنني أقول بوضوح أن الذهاب للتسوية تكلفته أغلى لو ذهبنا حتى منفردين لاستعابة الجمهورية، أقولها بوضوح، لأنه في حالة التسوية لن نجد شيء من اليمن. ربما لو ذهبنا وحدنا بطموحنا برؤيتنا للجمهورية نحافظ على شيء من الجمهورية أو من الوجود، لكن المشروع الغربي يريد لنا أن نصبح النموذج العراقي. وانظري الآن الموصل، وانظري إلى ما يحدث من تهجير للسنة، انظري ما يحدث من تدخل أجنبي، الأمريكان يقوون الأكراد، الداعش اتضح أن داعش هذه اتضحت أنها إيرانية، وانظري هذا الخطاب الذي البغدادي يقول أنه سيقصف تركيا ويقصف السعودية وهو خصمه إيران وهذا سنة. بالتالي المسألة واضحة، حتى داعش هذه مصطنعة من أجل التدخل في سيادتنا. بالتالي علينا على الرئيس أن يعيد هذه الرؤية وعلى السلطة الشرعية أن تبتعد. نحن الآن أمام حكومة متقطعة، يعني لا نعرف هي في الرياض أو في عدن أو في أين موجودة. عليها أن نشاهدها في الحياة وأن تستغل لحظة تاريخية لن تتكرر. لحظة تاريخية، أنا كنت زمان الخوف الوحيد متى ستأتي اللحظة التي نلتقط فيها حماس الجماهير وأنفاسهم لنضعها خلف السلطة. جاءت اللحظة، لا تتركها. الآن نحن علينا أن نبني. برأيك دكتور، هل المسار السياسي في المشهد اليمني وصل إلى مرحلة انسداد بعد رفض الخطة؟ لا، في ليس مرحلة انسداد، بالعكس ربما هذا يضعنا أمام. أشوفي الرئيس، أنا مستغرب لماذا ينتظر من ولد الشيخ الأوكي. أنت لديك شرعية وطنية، شرعية إقليمية، شرعية دولية، مارس مهامك. بالتالي إسرائيل تتجاوز كل القرارات، حتى لو تكون ضغوط أوروبا وأمريكا فوق كاهلنا، لدينا قلق أمني، لدينا مشروع وطني. الرئيس لو فكروا الوطنيين والثوار أيام الاستعمار البريطاني أنهم سيواجهون بريطانيا لما حققوا الاستقلال، لو فكر الضباط الأحرار أن الإمام الجبروت سيقتلهم لما حققوا التغيير. بالتالي نحن إذا فكرنا في الغرب قبل مصالحنا لا نستحق الحياة. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.